للحديث أكثر بشأن الاجتماعات الأخيرة التي جمعت ممثلين عن حركتي حماس وفتح في إسطنبول من أجل بحث قضايا متعددة، ينضم إلينا سيد عز الدين إبراهيم وهو كاتب صحفي فلسطيني معنا عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد عز الدين. بداية، مباحثات فتح وحماس التي انعقدت في إسطنبول، كيف تراها وكيف ترى ما خرج به اليوم الأول من هذه الاجتماعات؟ يعني استطعت أن نقول أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مقدمة لخطوات لاحقة. الاجتماع الذي حصل في تركيا هو يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تم بالتوافق ما بين رام الله وبيروت، وتم الاتفاق فيه على جملة من الأمور. يعني في النهاية هو إطار جامع جديد لتحقيق الوحدة الفلسطينية ولطي صفقة الانقسام. من المبكر جدا أن نقول أن الأمور كلها حلت، هناك عقبات كثيرة. موضوع الانتخابات على سبيل المثال، كان تركز اللقاء الأخير في إسطنبول على بحثه. هنالك توافق ما بين حركتي حماس وفتح على ضرورة عقد الانتخابات والاتفاق على بعض التفاصيل، لكن هنالك أمور أخرى يجب بحثها باعتقادي، ولذلك الموضوع يعني لا يمكن حله فقط من خلال الفلسطينيين. سيد عز الدين، نعم. ماذا يمثل قبول فتح أن تجلس مع وفد من حركة حماس في إسطنبول لحل الأزمة التي لم تستطع العديد من العواصم العربية إنهائها؟ السؤال هنا، هل بدأت فتح إعادة حساباتها بعد عمليات التطبيع الأخيرة التي قامت بها بعض العواصم العربية فباتت تبحث عن بدائل مثلا؟ نأمل نحن كفلسطيني أن تكون هذه القناعة ترسخت لدى حركة فتح، أن تكون القناعة لديهم بأن المراهن على الراعي الأمريكي وعلى حتى المجتمع الدولي أو حتى على النظام العربي الرسمي قد باء بالفشل، والخيار هو بالعودة إلى صفوف الشعب الفلسطيني. نأمل أن تكون هذه قناعة يعني القيادة في حركة فتح. المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن واضح أن هنالك توجه من حركة فتح يعني تحقيق مزيد من الخطوات في هذا الإطار، كرد ربما على يعني ما حصل من خطوات تطبيع بين الدول العربية والاحتلال الصهيوني. على ذكر التطبيع، يعني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على حق الشعب الفلسطيني وأنه لا تنازل عن كامل الحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الجزائري للقضية الفلسطينية. السؤال هنا، كيف يمكن للكل الفلسطيني أن يستفيد من مثل هذه المواقف السياسية الرسمية؟ يعني بلا شك موقف الجزائر تحديدا وربما دول عربية أخرى كالكويت مثلا كان وقطر كان واضحا على أن يعني هنالك جزء ليس بقليل من نظام العربي الرسمي يرفض ما تم يعني إبرامه من خلال الإمارات والبحرين. الشعب الفلسطيني ينظر إلى هذه المواقف بكل تقدير واحترام، وبلا شك تحديدا موقف الجزائر ثابت وواضح منذ عقود بأنه مع ما يختاره الشعب الفلسطيني وما يحققه. لكن يجب أن نؤكد قبل كل شيء سيدي الكريم حتى يكون واضحا لمشاهديكم أن ما يجري حاليا ليس تطبيع، يعني موضوع التطبيع تم تجاوزه قديما. ما يجري الآن هو تشكيل حلف جديد في المنطقة، ناتو عربي يمكن نسميته بقيادة الاحتلال الصهيوني، يضع على رأس أجندته تصفية القضية الفلسطينية، وللأسف يعني خلق واقع سياسي جديد في المنطقة ينصاع للاحتلال ورغباته وتحقيق واقع جديد للأسف يصادر حقوق الشعوب كلها بتقييم مصيرها. نعم، بالحديث مجددا عن الاجتماعات الأخيرة التي التقى بها وفد من حركة فتح وفدا من حركة حماس، سيد عز الدين، هل ترى أن الفصائل الفلسطينية وفي بيانها واجتماعها الأخير يمكن أن يكون أو أن يخلص اجتماعها إلى تقديم ما يؤكد للشارع الفلسطيني أن المرحلة المقبلة فعلا ستكون مرحلة مصالحة فلسطينية فلسطينية حقيقية؟ هل هذا ممكن؟ هنالك مؤشرات على ذلك، لكن يعني الشعب الفلسطيني ربما بسبب جولات اللقاءات والمصالحات الكثيرة التي تمت خلال الفترة الماضية ربما يفتقد للثقة الكاملة بأن يتحقق شيء، إلا إذا رأى شيء على الأرض. إذا تحقق شيء على الأرض حقيقي على الأرض في 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 الضفة الغربية تحديدا من وقف الاعتقالات ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله،
اعتقد بان الشعب الفلسطيني يكون قد اقتنع حينها بانه هنالك نتائج ملموسه لهذه اللقاءات، دون ذلك سيبقى كلاما على ورق ولن يصدقه الشعب الفلسطيني. من اسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم، شكرا جزيلا لك.